يعني الدكتور محمد سوالم وكيل الشؤون العلمية بجامعة مصراتة، أهتم بكل الأمور المتعلقة بالسير العملية التعليمية في الجامعة. جامعة مصراتة البداية كانت في يعني أسست في 1984، وكانت البداية بكلية واحدة وهي كلية العلوم، ثم تطورت بعد ذلك إلى فتح كليات أخرى، إلى أن وصلت الآن إلى 17 كلية بفضل الله، واحتواها على أكثر من تقريبا 127 قسم علمي. الحقيقة منذ بدأت جامعة مصراتة دائما تحاول أن تطور مناهجها العلمية بما يتواكب مع ما هو حاصل في العالم والتطور العلمي الحاصل. بدأنا ودائما في جامعة مصراتة نحاول أن نقوم بتطوير كل المناهج، سواء كان في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير. الماجستير بدأ في 1986، وفي بعض التخصصات الآن الحمد لله يعني أكثر من 19 تخصص لدينا فيها ماجستير، وساعين في هذا العام إن شاء الله إلى افتتاح برامج البي اتش دي الدكتوراه في تخصصين أو ثلاثة إن شاء الله اللي نقدر عليه، ومواكبين للعالم يعني والتطور العلمي الحاصل. دائما عندنا تطور في معاملنا، سواء كان في المعامل أو في المناهج الدراسية أو حتى في استجلاب أعضاء هيئة التدريس وتطويرهم وتأهيلهم. يعني نحن في جامعة مصراتة نشتغل في منظومة تابعة لوزارة التعليم للدولة الليبية، وهذه يعني نعمل وفق لوائح وأنظمة تحددها الوزارة وتحددها الدولة. من بين هذه الأنظمة هو الالتزام بمعايير عالمية، معايير الجودة العالمية، وهذا الالتزام يحتم علينا متابعة كل ما موجود لدينا في كلياتنا وأنشطتنا الجامعية، سواء كان في المرحلة البكالوريوس أو الماجستير، وضبطها بحيث وتجويدها بحيث أنها تكون مطابقة للمعايير اللي وضعتها الوزارة بحسب مراكز الجودة لديها. وإن شاء الله ماشيين في هذا السياق بإذن الله لتجويد العملية التعليمية بالكامل يعني في الجامعة، والحصول على الاعتماد البرامجي والمؤسسي لكل كلياتنا يعني في الجامعة.